ما كانش ينفع ابدا اعدي الذكرى دي من غير ما اتكلم، ودايما بتكلم مع الاعلامي والفنان والمنتج الكبير اللي علمني انا شخصيا حاجات كتير، الاعلامي الاستاذ سمير صبري. مش ممكن ذكرى عبد الحليم ابدا تيجي يا استاذ سمير وما اكلمش حضرتك. استاذ سمير صبري، ايوه، ازاي حضرتك؟ انا انجي مع حضرتك على الراديو. اهلا اهلا يا انجي، ازاي اهلا. حضرتك؟ ازيك انت حبيبتي؟ اهلا بيك، طبعا اهلا. في البداية طمني على حضرتك وعلى الظروف، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي يا أستاذ سمير أنا عايزة أطمن على حضرتك. الحمد لله، يعني احسن حاجه القرار ده، الحجر والقعده في البيت عشان نقضي على الوباء ده، هو وربنا يخلصنا منه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. إن شاء الله يا رب. في نبرة حضرتك في تفاؤل، أقدر أقول إن الحس بتاع التفاؤل أعلى بكتير من إحساسك المتشائم أو وحش؟ انا دايما متفائل، انا دايما متفائل، وما احبش التشاؤم. الامل والايمان هيخلونا ننتصر إن شاء الله على هذا الوباء إن شاء الله. أستاذ سمير صبري، حياتك شايف مصر في ظل الظرف الصعب والخطير اللي بتمر بيه مصر حاليا، وحضرتك من الجيل اللي عاصرت حاجات كتير قوي، حاصرت ثورات الزلزال، يمكن كنت بقول ان انا برضو يعني عاصرت ثورات وثورة 25 يناير والزلزال، ولكن حياتك عاصرت حاجات كتيرة جدا. مصر في وقت الكورونا دلوقتي حياتك تقول ايه؟ والله في ظل الحاجات، يعني أقدر أقول إن دي أكتر مرحلة صعبة جت على مصر؟ كل الظروف اللي مصر مرت بيها صعبة بينت معدن الشعب المصري، إنه يحط إيده في إيدين بعض، ونبقى يد واحدة وننتصر ونطلع مصر من أي حاجة كانت بتهددها. حصل من زمان، يعني كل الأيام السودة اللي مرينا بيها في حاجات كتيرة جدا، لو رجعنا تاني لعدوان 67، لنصر 73، في أيام كتيرة قوي مرينا بيها، بيبين معدن الشعب المصري إزاي بيبقى وقت المحنة واحد واحد، إيد واحدة، قلب واحد لصالح الوطن. ده الانتماء للوطن، ده أحلى حاجة موجودة عندنا هنا. فإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ما يعني خليكي متفائلة يا إنجي، أنت من طول عمرك كنت متفائلة، أنا علمتك التفاؤل. حضرتك علمتني كتير على فكرة، ودايما بقول للناس على فكرة إن أول حاجة قالها لي أستاذ سمير صبري، قال لي عايزة تبقي مذيعة شاطرة لازم تشتغلي في الإذاعة، وأنا النهاردة بقدم البرنامج ده على نجوم أف أم، وهي قناة في المقام الأول، هي قناة إذاعية. فأنا النهاردة دايما والله يا أستاذ سمير مع أي حد دايما بقول لهم أستاذ سمير قال لي الكلمة دي، قال لي زي ما الممثل عشان يبقى كويس لازم يشتغل مسرح، الإعلامي عشان يبقى كويس لازم يشتغل في الإذاعة. فاكر يا أستاذ الإذاعة سمير؟ هي أساس يا إنجي، الإذاعة هي مدرسة الإعلام كله، هي الإحساس بالصوت أهم من الإحساس بالصورة. صح يا أستاذ سمير، أنا بتعلم من حضرتك على طول وبستمتع جدا، ويمكن قبل ما أبتدي برضو كنت بقول للسادة المستمعين معانا النهاردة والمشاهدين كمان، وقت ما كان في ثورة 25 يناير لما كنا بنقدم البرنامج هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي، حضرتك فاكر يا أستاذ سمير؟ اه وكنا طبعا، بنيجي وبنخش من ورا علشان ما ينفعش، عشان كانوا الإخوان قافلين الدنيا. فاكر ايوه الذكريات دي يا أستاذ سمير؟ طبعا أيوه طبعا أيوه طبعا، ومرينا بيها، وكنا وقتها برضو في لحظات السواد ده فاكرين ان احنا مش هنطلع، لكن انا كنت متأكد ان الشعب المصري هينتصر ونرجع تاني مصر فوق الجميع. مظبوط. يمكن في الأجواء المشحونة قوي بالقلق والخوف اللي احنا فيه ده دلوقتي، يمكن كمان يومين ثلاثة هتمر علينا ذكرى عبد الحليم حافظ، وما ينفعش أتكلم ولا أقول اسم عبد الحليم حافظ من غير ما أكلم أستاذ سمير صبري. يمكن
اتقابلتوا مع بعض وحياتك اتكلمت كتير وشاركته في الأعمال، بس النهاردة والكول تون بتاعت حضرتك على أغنية أنا لك على طول لعبد الحليم حافظ، عبد الحليم حافظ على طول مع حضرتك، ولكن النهاردة كلمني عن أكتر حوار يا أستاذ سمير دار بينك وبينه ومستحيل تنساه. لا ما أقدرش أحدد لك حوار واحد. عبد الحليم كان مدرسة مدرسة اتعلمها من العظيم افتقار الأجيال محمد عبد الوهاب، شرب منه وتعلم منه زي ما عبد الوهاب شرب وتعلم من أمير الشعراء شوقي بيه. استطاع عبد الحليم وهو كان يعني عنده الذكاء الفني عظيم جدا لدرجة كبيرة جدا زائد الموهبة العظيمة اللي كانت عنده، ومهم جدا للفنان يبقى عنده ذكاء فني. احنا ياما عندنا اصوات حلوه لكن ينقصها الذكاء الفني، وياما عندنا اصوات عندها ذكاء فني واصواتها اقل من كثيرين ونجحة مستمره على الساحه من غير ما نقول اسامي يعني. فعبد الحليم تعاملي معه او يعني من واقع ما كنت انا بستمتع بالاستماع الى احاديثه المختلفه مع اي حد. القعدة اللي كنا بنقعدها احيانا في بيته، هو كان بيحب يلعب الكومي فينا بصرة يعني مع المقربين، كان احيانا بيبقى في استاذ عصام بصيلة، الاستاذ وجدي الحكيم، معظم الوقت يعني مع الاستاذ مجدي العنبوسي، كان بتجمعنا جلسات صفاء وود يعني. كان عاشق لعبة الكومي، لكن أثناء وإحنا بنلعب الكومي كان تبص تلاقي يقول درر في أشياء كثيرة جدا. عبد الحليم كان يعشق عمله، يعشق فنه، يديله 99% من وقته، ما يقدرش يعني. كان دايما يقول إيه، إدي فنك كل حاجة، فنك يديلك كل حاجة. وفنه اداله يا استاذ سمير لغايه النهارده يعني 43 سنه، كان مخلص. مين؟ عبد الحليم حافظ. يعني زي ما حياتك بتقول، هو قال ادي الفن، الفن هيديك، فنه اداله لغايه النهارده 43 سنه على رحيله، وما زال هو موجود ومتربع. شوفي كل الـ 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 العظماء اللي ادوا لفنهم كل حاجه، سواء صحافة، سواء شعر، سواء أطباء، سواء محاميين، خالدين وباقيين بأعمالهم في الفن طبعا يمكن أكثر، لأن الفضائيات دلوقتي بتعيشنا مع الناس دي كأنهم موجودين معانا. يعني ال 16 فيلم بتوع عبد الحليم لما بيتعرضوا على مدى السنة، لو تعرض كل شهر فيلم النجاح انت بتتذكر يعني استمرار. طبعا عن الاذاعه التي لا تستغنى ابدا عن كنوز عبد الحليم حافظ الاولانيه خالص، ايام ما كان لسه مقدم في الاذاعه والى اخره، والحن يعني متواضعه اللي كانت بتتعمل واللي بتتذاع في فتره الصباح زي ما كانوا بيقولوا، إلى 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 قراءة الفنجان. طبعا يعني المشوار الطويل ده من الإحساس الفني الرفيع، الغنى، الأداء، فاختيار الكلمات اللي بتتقال إيه، بذكاء فني بالك، وبعدين الجمهور عاوز إيه، بذكاء الفني برضه يستطيع إنه إيه يدي للجمهور اللي عايزه. يعني على سبيل المثال لما رحلت السيدة أم كلثوم، كان هام عبد الحليم يقدم الأغنية الطويلة موعود نبتدي منين الحكاية، رسالة من تحت الماء، كل الحاجات الطويلة هي حاول تفتكرني ساعة على المسرح زي أم كلثوم. لما بليغ ورشدي قدموا الروائع الشعبية اللي قدموها، هو سعى إلى الأبنودي وخد الأبنودي يجي له وقال للأبنودي بالحرف الواحد كده، أعمل لي حاجة مش زي صاحبك رشدي، حاجة تليق على دي. قال له كده.
وكانت اعتقد كانت هنا بقى على حزب وداد وسواح والحاجات دي، مش كده يا استاذ سمير؟ انت عارفه الحكايه، كان الابنودي بيسجل في الاستوديو بتاع محمد فوزي اللي في العتبه مع بليغ حمدي. مظبوط. فالابنودي قاعد، وكان الابنودي له ساعات قصائد سياسيه يعني مفروض انها ايه تبقى ممنوعه او يبقى يعني عليها حظر يعني. ففي عبد الحليم بعت له اثنين يجيبوه عنده في البيت. فلما دخلوا الاثنين دول شكلهم ضخم كده، فالابنودي اعتقد ان ده البوليس جاي يقبض عليه. جاي يقبض عليه. وبليغ كان واقع من الضحك، كان عارف الحكايه. فالابنودي قال له ابقى زورني، قال له طبعا خاطر حضورك. خدوه وراحوا على الزمالك على بيت عبد الحليم. تحت بيت عبد الحليم في بيت عبد الحليم في سفاره، ففي عسكري في السفاره تحت. فهو داخل قال لك اخ عسكري يبقى انا جاي مباحث ولا جاي حاجه كده. اما طلعوا تبع بتاع عبد الحليم وضربوا كرت، ودخل فتح له واحد لقاه برضه كان عبد الفتاح ده اللي عند عبد الحليم، راجل طويل كده، فقال لك اخ ده مخبر برضه. دخل على الصالون وبعدين كلهم عليا. عبد الحليم لا قدامه قال انا مقبوض عليا ولا ايه؟ قال له ايوه انا جبتك علشان انا عايزك تعمل لي حاجه مش زي اللي انت بتعملها لصاحبك رشدي، مختلفه بس اديني الطعم الشعبي اللي انت هايل فيه. ده ذكاء فني لعبد الحليم. انا بديك اكزامبل يعني نماذج قد ايه هذا الرجل كان عنده الحس الفني الرائع. نزار لمع مع نجاة صغيرة في لا تكذبي، سعى إلى نزار. عبد الله الفيصل ينجح مع أم كلثوم، سعى إلى عبد الله الفيصل يعمل له قصيدة. فهمه كله كان فنه، لأن في حاجات كتير قوي كان هو محروم منها. إحنا كنا نقعد على السفرة وهو قاعد أصناف الطعام محطوطة، وهو يقول لك كلي ده كلي ده كل ده ذوق ده ذوق، وهو ما بياكلهاش. ده بالك ازاي؟ فهمه كله كان ايه؟ فنه فنه ثم فنه ثم فنه ثم فنه. استاذ سمير، هو لو كان يعني عبد الحليم حافظ رحل كان عن عمر قد ايه؟ حاجه 40 مش كده يا استاذ سمير؟ 47 47. وهو يمكن برضو من أسرار نجاح عبد الحليم حافظ هو استمراريته، يعني بعد اللي حضرتك بتقوله ده، إن هو لما لقى كوكب الشرق بتغني أغاني طويلة طلب الأغاني الطويلة، لما لقى في منافسة من نجوم شعبيين طلب إن هو برضو يكون مواكب اللي موجود. فأعتقد كان ضمن ذكائه إن هو الاستمرارية دي بتكون مهمة قوي يا أستاذ سمير بالنسبة لأي فنان. أستاذ سمير، النهاردة لو سألت حضرتك، هو عمل 16 فيلم، أقرب فيلم ليهم لقلب حضرتك هل حكاية حب اللي حضرتك طلعت معاه فيه ولا لا ولا إيه؟ ولا أني فيلم؟ أنا مش عارفة أني فيلم. ولا أبي فوق الشجرة؟ لا بص، آخر أفلامه. أنا بحب له قوي يوم من عمري مع زبيدة صابر. الله، بحب قوي ده، وبحب قوي الغنوة بتاعت بأمر الحب. الله. وبحب قوي شارع الحب، رغم ان بطل الفيلم عبد السلام النابلسي في رايي انا يعني. بجد؟ اشمعنى؟ طبعا هو كان يجنن طبعا. تر تر. شارع الحب كان فيلم برضه نموذج مختلف. صح. لعبد الحليم، جميل جدا، وفي مجموعه اغاني رائعه، وما انساش ابدا الوساده الخليه، لان الوساده الخليه ده كان سميحه وصلاح، دول كان كل واحد عايز يبقى صلاح ويحب سميحه. الحب الاول اللي هو احسان عبد القدوس، لو لم نجده لاخترعناه. مظبوط. طب سؤال كده في الخباثة يا أستاذ سمير، هل الحب الأول زي ما كان إحسان عبد القدوس بيقول، وأعتقد كمان كان مكتوب ده على التتر بتاع الفيلم، كان مكتوب بيقول إن الحب الأول عمره ما بيموت أبدا، هو مجرد وهم، هل من وجهة نظر سمير صبري هل الحب الأول برضو وهم؟
لا شوفي، الحب الأول هو ما بيموتش، لأنه هو بتبقى ذكرى حاجة جديدة بيمر بيها الإنسان، زي أول مرة تعرفي إن حد قريب قوي منك مات، أو أول مرة تاكلي أكلة معينة ما كنتش كلتيها قبل كده. هي أول مرة بتاعت أي حاجة دايما ما بتتنسيش، صح ومن الحب الأول كده. صح أستاذ سمير، أنا مبسوطة جدا جدا بالحوار ده وبالمكالمة دي، ونفسي بجد نتكلم أكتر وأكتر، بس إحنا النهاردة عاملين ذكرى الاتنين، لأن الاتنين ورا بعض، عبد الحليم حافظ وأحمد زكي. طبعا العلاقة الأطول والأعمق والحقيقية أوي كانت مع عبد الحليم، بس قبل ما أختم مع حضرتك، لو كلمة من حضرتك عن العبقري أحمد زكي تقول إيه، وإيه أكتر أفلامه برضو اللي بتحبها له؟ لا كتير يعني، أنا هو كان إنسان كريم جدا وجميل جدا وابن بلد قوي، وأنا كنت أحبه جدا يعني. أنا أول مرة قابلت أحمد زكي على باب التلفزيون، على باب 4 في التلفزيون، ماسبيرو، كنت بعمل للنادي الدولي، فأنا خارج لقيت واحد أسمراني كده ورفيع قوي واقف، قال لي أستاذ سمير انت جبت كل اللي بيمثلوا في مدرسه المشاغبين الا انا. قلت له انت مين؟ قال لي انا مش عارف كان دوره ايه في المسرحيه. فقلت له والله انا ما خدت بالي. قال لي يعني عادل امام وسعيد صالح ويونس شلبي، فاضل انا وهادي جيار يا ريت. قلت له خلاص الاسبوع الجاي الساعه كذا تيجي تسجل معايا. ومن هنا بقينا اصدقاء يعني. بحب له قوي زوجة رجل مهم، الله، بحب له قوي البواب، بحب له قوي ايام السادات استاذ محمد خان. طبعا هو كان عبقري في معايشة الشخصية اللي هو بيعملها. بحب له سواق الهانم، بحب له اضحك الصورة تطلع حلوة. لا أحمد أفلامه كتير حلوة 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 حلوة. آخر مرة كنا مع بعض في مهرجان قرطاج في تونس، قال لي أنا هعمل حبيبك عبد الحليم. قلت له بلاش يا أحمد. قال لي ليه بلاش؟ قلت له أنت عملت ناصر حلو قوي، عملت السادات حلو قوي. كان بالمناسبة كنا في مهرجان قرطاج، كانوا بيعرضوا أيام السادات وبيكرموا أحمد. ايوه مظبوط، هو اتكرم. صح يا استاذ سمير، صح هو اتكرم هناك. فقلت له بلاش عبد الحليم. عبد الحليم بيثير في المرأة عاطفة الأمومة، أنت بتثير في المرأة غرائز أخرى مختلف عن عبد الحليم. عبد الحليم كان ضئيل جدا في الشكل، أنت طويل، جسمك أعرض، عريض المنكبين، أنت يعني الشكل كان مختلف. صح. قال لي هتشوف أنا حامل عبد الحليم إزاي. قلت له أرجوك ما تعملوش. جاءت الظروف فعلا، إنه بعديها بسنتين ثلاثة وحصل اللي حصل. ولما عمل عبد الحليم أنا كنت بأشفق، لأن ما كنتش أحب إن هو يعمل عبد الحليم. هو الفيلم ده اعتقد يا استاذ سمير كان ليه، هو الفيلم كان حاله خاصه قوي كده، يعني بيعمل عبد الحليم وهو تعبان، وهو يعني هو كان فيلم تركيبته يعني كله على بعضه كان حاله غريبه. يعني انا هنا باشفق على المخرج شريف عرفة ان هو اتليست عرف يقفل الفيلم، يعني فيلم يبقى فيلم من اوله لاخره، لان ده كان فيلم صعب قوي، ومع هيثم الله يرحمه. يعني لا مش هو مش من حاجات احمد اللي انا ذكرتها لك صح الجميله الحلوه يعني. استاذ سمير انا بشكر حضرتك جدا على المداخله دي بجد، ونفسي اقعد اتكلم مع حضرتك اكتر واكتر، وعايزه اي اتكلم وقت عن سمير صبري استاذي ومعلمي اللي انا بحبه جدا، اللي بموت في اغانيه وبموت في انتاجه السينمائي وبموت في افلامه وبموت في تقديمه. بجد يا استاذ سمير امتى هتنورنا في نجوم اف ام؟ قريب ان شاء الله بعد ما المحنه دي تعدي. وليه اي وقت انت ايامك ايه في انا كل خميس، الخميس الجاي خلاص يلا اهلا وسهلا بجد. It's my اجيبك pleasure. بقى.
اجيلك الاستوديو. اوكي، نتكلم، عشان عايزه اتكلم بقى على السلخانه، وعايزه اتكلم عن كل حاجات حضرتك. فاكر يا استاذ سمير فيلم كنت عملته انت ونيلي كنت بموت فيه، اهلا يا كابتن؟ طبعا اه، طبعا طبعا، والاغنيه الرائعه فاكرها؟ مبروك مبروك للعروسة، مبروك للعريس، يا حبيبي حبايب العروسة، يا حبايب، يا حبايب العريس. طبعا حبيبي يا استاذ سمير. انا طبعا يعني انا محظوظه ان انا قابلت حضرتك وتعاملت مع حضرتك، وحضرتك من الناس يعني القليلين جدا 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 اللي عشقوا الفن وقدموا كتير للفن. فحضرتك اسمك هيفضل معانا على طول يا استاذ سمير بجد. وزي ما النهارده بتكلم مع حضرتك عن عبد الحليم حافظ، انا عايزه بقى اتكلم مع سمير صبري عن سمير صبري. فوعد من حضرتك وخلاص، احنا كده اوكي. يا رتب الحكاية وأنا جاهز. خلاص يا حبيبي، I love you، I love you so much. وتقول ايه دلوقتي للشعب المصري وهو بيتفرج علينا وبيسمعك في الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي؟ هنمر بيها، خلينا كده زي ما احنا أقوياء وننتصر، انتصرنا على حاجات كتيرة ضلمة قبل كده. هننتصر على ده إن شاء الله. ان شاء كل الله. الجهات اللي معمولة، وأنا شايف إن الدولة عاملة واجبها هايل هايل هايل. كل شيء معمول حلو، يعني فعلا معمول حلو. فخلينا نسمع الكلام ونمر بالأزمة دي تاني، ونطلع بلدنا زي ما طلعناها من بؤر سوداء قبل كده كتير. مظبوط. بشكرك جدا المنتج والإعلامي والفنان والنجم سمير صبري، بشكر حضرتك جدا جدا على المداخلة دي.